مشاهدينا الافاضل، مساء الخير عليكم، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. ها احنا حطينا الرحال اليوم في بني والنيف، ورانا حاليا في القصر في واحد الدويره ما شاء الله. هنا رانا نشوفوا في الصور اللي سكنوا كاع في القصر تاع بني والنيف، وهاد الناس هادو رحمه الله عليهم راهم ماتوا تحت تراب ربي، ان شاء الله يتولاهم الله سبحانه وتعالى بالرحمه. وفي الحق رانا في الدار ما شاء الله تحفه من التحف. هذا على هذا الفيديو باش نعرفوا كل ساكنة بالشرق بالخصوص والجزائر عامة بهذه الدويرة هذه. نشوفوا هنايا التحف، حاجة قديمة. نعم، من بعد ندخلوا للدار لقاو فيها كولوار. الكولوار فيه كل حاجة ما هي قديمة تفكر بالتراث. نعم، ما شاء الله ما شاء الله، والله لا تحفة. نبدا بينا نزيد تطور الحالة أكثر وأكثر. راه مليحة هي هكا مع الماستر شاف عبد المولى رادريك. من بعد نشوفوا أيضا اللي هو الحوش تاع الدار. الحوش هو عبارة عن تحفة، الحوش فيه الحاسي، فيه عدة أماكن باش نرتاحوا فيهم. مالغري اليوم كانت حرارة الطقس شوية لاباس، بصح هنايا ما تحس بوالو، تحس بنسمة، نسمة باردة. وهاد البليصة عجبتني، اختاريتها باش نسكن اليوم ان شاء الله. السهرة الفنية التقليدية اللي نديروها ان شاء الله اليوم، ان شاء الله هذه هي بلاصتها. هاد التريحة هادي فيها التريحة ان شاء الله يكون كل ما هو جميل. Yeah.